أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تمثيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير واثقة في فيلم من غير استهزاء بل شرح للسير؟ وما حكم الرجل الذي يقوم بهذه الشخصية؟ هل هو كافر؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا أحد يمثل الأنبياء في شخصياتهم، وحتى الصحابة لا يجوز تمثيلهم. وصدر قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي في مكة أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا تمثيل الصحابة، ومن فعل ذلك فهو فاعل لمحرم. أما إذا كان يقصد الاستهزاء والتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا شك.